بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك بكم، نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، فمرحبا وحيا هلا بكم، وأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه السويعات وهذه الأيام القلائل المتبقية من شهر البركة، شهر الخير، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشهر البركة لما فيه من بركات، لما فيه من أجر وثواب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آخذ بمحازمكم عن النار ولكنكم تتفلتون. وهنا أيضا كل عبادي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالجنة في هذه الأيام قد فتح الله أبوابها وأغلق أبواب جهنم، كل الأبواب مفتوحة، أبواب الجنة، وتزينت الجنة واستعدت بأمر ربها. ومن نظر الله عز وجل إليه في هذه الأيام لم يعذبه أبدا، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأيام التي نصوم نهارها ونقوم ليلها، القيام إيمانا واحتسابا، لا يحتاج الإنسان المسلم لدخول الجنة والمغفرة من الذنوب إلا أن يلتقي بهذا الشهر. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خروجه إلى منبره وهو يقول آمين، قال في الأولى قال آمين، قال: بعدا يا محمد لمن أدرك والديه أو واحد منهما ولم يدخلاه الجنة. فقلت آمين، أي بعدا بعدا، وأيضا بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين بعدا بعدا له. فمجرد أن يلتقي الإنسان بهذا الشهر وأن يحيا هذه الأيام، هو من عتقاء هذا الشهر بما يحقق الشروط فيه. الشرط الأول قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثاني والشرط الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولذلك هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آمنة من إربد، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل يا آمنة. بدي كيف حالك يا شافي؟ الحمد لله تمام. بدي أسألك. تفضلي. يا ريت يا آمنة تسمعينا من التليفون مش من التلفزيون. واحد يصلي وقاعد على الأرض، كيف بنفع الواحد يصلي هو على الأرض؟
إذا كان ما بيقدر يقوم نعم. يعني أنا وقاعدة على الأرض. يعني ما بيقدر يقف؟ آه ما بقدر أقوم. يعني ما يعني عنده مشكلة إنه هو الوقوف عنده صعب. نعم. فإذا كانت فريضة واستطاع إنه يقف في تكبيرة الإحرام ثم يجلس فلا بأس بذلك. زي هيك. أي أما إذا كان لا يستطيع القيام نهائيا فيصلي وهو جالس حتى على الأرض. الجلوس على الأرض وين بده يجلس؟ هذا الكرسي محدث بالأصل، الجلوس على الأرض. النوافل يجوز على العام. وانت بخير. وانت بخير وصحة وهدات بالي يا رب. أم محمد من الزرقاء، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب. دكتور بدي أسألك، قرض من صندوق الحج لشراء سيارة عن طريق بنك الإسكان، بنك الإسلامي، حلال ولا حرام؟ بالأصل إذا طابق الشروط فهو حلال. هو طابق الشروط إنه عن طريق البيع يعني. يعني في هيئات شرعية لهذه البنوك. فإذا المشتري والبنك مندوب البنك والمشتري اللي هو الزبون ما خرجوا عن هذه الشروط بتكون حلال، لكن إذا خرجوا عن هذه الشروط ولو بأي شرط منها بصير ربا. لا هو انه اشتريناها للضروره يعني للبيت يعني للشغل ضروريه يعني كانت. تمام. يعني مش انه منظرة او هلا هم اشتروا السياره وانتقلت الى ملكيتهم وبعدين باعوك اياها؟ لا ظلت باسم البنك مرهونه. ظلت لا يعني هم اشتروها باسمهم بالاول وبعدين باعوك اياها؟ لا دفعنا جزء مثلا للبنك لصندوق الحج وكمل هم حقها للتاجر، ظلت مرهونة باسم الصندوق عبد ما نسد حقها كامل. يا ستي إذا اتبع الشروط الشرعية إن شاء الله ما في شيء. إن شاء الله يعني ما ندمت بس إنه حرام وحلال. لا إذا لو ما اشتروها لو ما سجلوها باسمهم ما انتقلت إلى ملكيتهم ولو للحظة واحدة ما بيجوز لهم يربحوا فيها ولا يبيعوك إياها لأنه باع ما لا يملك. فأنت ما دام حققت الشروط الشرعية اللي هم وضعوها الهيئة الشرعية المسؤول اللجنة الشرعية في هذه المصرف هذا فبتصير يعني مطابقة إن شاء الله. واضح يا أم محمد؟ أحيانا بعض الإخوة لما بيشتري حاجة إنه بس إنها هذه من مصرف إسلامي فبصير يعني يشيل وحط. يعني بعض الناس بيشتري بضاعة مثلا سيارة أو بضاعة أي شيء مواد بناء سميه ما شئت، فبيجي بيشتريها ما بيستلمها بيقولوا له روح خذها هيها بالمحل الفلاني، ما بصير. أحيانا بيشتريها وبقول للتاجر خلها عندك هاي طلع الشيك ناولني، بخصم التاجر 100 دينار 200 دينار، هو حر عادك هو ودينه، هذا ما بصير هذا حرام. بدك تبيع هاي البضاعة بتأخذها وبتبيعها برا بعد ما تصير عندك وانت تملكها وتصير ملك إلك وتنقلها من عند هذا التاجر إلى تاجر آخر أو زبون آخر وتبيعها، هذا يسمى التورق. التورق المنظم محرم، التورق الفردي للحاجة يجوز، انه والله انا ما عندي مال وبحاجة لمال فبروح بشتري سلعة بالاقساط وببيعها كاش باقل من سعرها لمرة واحدة، لكن مش لنفس التاجر لانه لنفس التاجر صار تبديل. ابو العبد من المفرق، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور، كيف حالك؟ حياكم الله يا مرحبا. والله يا سيدي اللي بده يعني صايم وعنده مشاك ويحط تحميله يعني تحميله بصيام تفطر هذه امساك يعني امساك حاد امساك ويستعمل التحميله يعني تاثر هذه تفطر يعني. اي نعم بتفطر يا سيدي. يعني كيف بده يسوي اذا استعملها؟ يعني يستعملها في الافطار في الليل. طيب واليوم ما بهذا ما افطر والله صايم يعني مشي عليه طالماشي ويقضي يرد يقضي ولا كيف؟ يمسك ويقضي يقضي يوم يعني. نعم.
يعني يوم من صيام الست ينفع؟ يعني مثلا 6 أيام لو فرضت يوم منهم إنه هذه بدال اليوم هذا ينفع؟ بصوم بدل هذا اليوم، يصوم بدلا منه، هو بيقدر يصوم. طيب يا سيدي كمان سؤال يا سيدي. تفضل. طيب يا سيدي مثلا زكاة شوية حلال أو زكاة مال مثل ما تقول، تتقسم على كم واحد مثلا؟ أنا بخرجها مصاري، تتقسم على كم واحد ولا الواحد تنعطى ولا؟ إيش اللي بده يخرجه، مال ولا شاه؟ مال يعني. بده يخرج مال، الأفضل أن يعطي 3 أصناف من 8. في عندك 8 أصناف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآية، 8 أصناف. فالأفضل إنهم يشمل على الأقل 3 أصناف من 8. يعني مش واحد لا ينطيها كله لنطيها واحد. بصير إذا بده يعطيها لواحد، لكن الأفضل أن يأخذ منها 3 أصناف على الأقل من 8. طيب إذا خذ مثلاً بول رمضان وقسمة ثانية خباه وضبه بعد رمضان بشهر شهرين وانطاه كمان دفعة ثانية، ماشي؟ يعني ليش أجلها؟ أجلها عن موعدها يعني؟ لا مش موعد، هي إنها هي منبوبة، يعني زي ما تقول مقطوع على حالها، انطى قسم والقسمة الثانية يرد ينطيه مثل ما تقول بعد شهر أو شهرين. يعني شو سبب التأجيل؟ ما معه يدفع؟ لا والله موجودة، والله يمكن يعني كل ما عجل فقير يعني لما يصرف ولا وانطيها. كل ما عجل بيها وإخراجها بكون أفضل، لكن إذا بده أجلها مثلا في فقير مش قادر يصله، أو في فقير بده يجي بعد فترة، فبيأجل له إياها لكن يخرجها من ماله، بيخليها على جنب. طيب يا سيدي الشيخ كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وهدات بال، والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله وشافي مرضانا ومرضاك. شكرا يا سيدي الشيخ، شكرا يا أبو. أم محمد من الزرقاء، السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله، يا مرحبا. معلش يا شيخ بالله أنا بدي أحكي لك هالشغلة، بس أنا ما بدي تفسير كامل يعني عشان حشاش الموضوع. أنا جوزي ضرير، شافاه الله وعافاه إن شاء الله. آمين يا رب. بس إخوانه اشتروا له دار وسجلوها باسميهم 2، يعني بالشرع والقانون مش هذا الشيء ما يقبله ربنا، وما عنده خلفة كمان. يعني البيت لمين هو؟ هو من ولدة أمه، اشتروا له بيت سجلوه باسميهم، أجرة يصرف على حاله، يعني ما عنده خلفة. يعني هم اشتروا البيت تبرع منهم لأخيهم المريض. إيه؟ يعني تبرعوا واشتروا بيت. لا إلا. هو من أمهم، كل من حصته طلعت ورثة من أمهم إلهم، يعني حصته لحاله بتجيب بيت؟ اشتروا له بيت. بس إيه سجلوا بأساميهم. يا أختي حصته من الورثة بتجيب له بيت؟ اشتروا له بيت واجروه. وإشي بس ايش هلا يعني قديش حصته من امه؟ والله يعني المهم كل من اخذ حقه، بس يعني انا زلت بالشغله هاي، يعني ما لهم حق صح انهم يسجلوا باسميهم، يعني شو ما عنده خلفه. يا ستي هلا بجوز هم اشتروا له البيت من فلوسهم، من مالهم هم. لا كل من حصة أمه ورثة لأمهم، ورثة أمهم. ورثة أمه قديش بده يطلع له منها؟ بطلع له حق بيت؟ ما شاء الله، يعني كل من أخذ حصته، هم أخذوا حقهم، والبنات أخواتهم أخذوا حقهم، كل من أخذ حقه. المفروض سجلوه باسمه، إذا كان المال كله حق البيت من حصته من أمه. أما إذا مثلا طلع له 5000 دينار واشتروا له بيت ب30,000 ولا ب100,000، فهون هم حرين يسجلوا باسمهم وبحطوا له حصة. في فرق يا أم محمد، في فرق بين إنه اشتروا له بيت وبدهم يديروا بالهم على أخوهم وصير يجي دخل منه أجار، وإيجار هو بأخذه طبعا، صح؟ احنا ناخذ تمام. فهذا يعني جماعه هذول كويسين ومحترمين وما شاء الله عنهم، اشتروا بيت واجروه والاجره بتيجي لاخيهم المريض. لكن اذا كان المال ماله هو، يعني كل ثمن البيت كامل من حصته من الميراث، ف
فلازم سجلوا باسمه. ما هي الواحد يعني ما هو البيت أنا بقول لك قديش طلع له يعني من أمه؟ طلع له 1000-2000 دينار. لا لا ما شاء الله يعني البيت حقه 18,000. البيت حقه 18,000 يعني هم كم أخو؟ هم 4 كل واحد أخذ حقه. كل واحد طلع له 18,000 من أمه؟ والله هذاك ما أعرف عنهم. المهم أنا وأنا بسألك بيطلع لكل واحد وخواتهم قديش؟ 4 يعني لو بدنا نحسب المسألة من 12 كويس 12 حصة يعني طلع لكل واحد من الأولاد 18,000 وكل بنت طلع لها 9,000. هاي كاين الحجية مليونيرة. أنا داري أما أنا بسألك فهم اشتروا هالبيت الشغل اللي جعلت الواحد يبدو يا أم محمد يا أختي يبدو يزيد فضلك ربي يبدو أنه الجماعة كل واحد تبرع بمبلغ فوق حصة لا 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 واشتروا البيت ابدا لا لا كل من اخذ حقه كل من اخذ حقه كل واحد اخذ 18 والبنات اخذن 9 كل واحد اخذ حقه. ويعني انا يعني انا قلت ليش طيب مثلا يعني هاي مش يعني هو ما عنده خلفه ما خلف لا والله ما خلف طيب هم لو سجلوه لو سجلوه باسمه باسمه لو سجلوه باسمه يعني بيردوا يتورثوا مرة ثانية بعد عمر طويل يعني لو صار معه ما صار ما قلتها أنا هي يعني محلها يعني البيت أخذته راح ينباع والورثة أنت أي زوجة بالنسبة له الأولى الثانية الثالثة أي واحدة أنت؟ لا والله أنا أول واحدة. أيوة أنت أول واحدة. والله يتجوز متأخر يا حرام. أيوة أيوة بس بنادوك أم محمد يعني ولا كنية فقط؟ لا والله كنية كوني إن شاء الله ربنا برزقك الولد الصالح يا سيدي الله يا إذا كان الله. هذا المال من ماله فالأفضل يسجل البيت باسمه لكن إذا هم تبرعوا مشاكل يعني يعود إليه بشي. يا والله الله يفرجها إن شاء الله وجيب يا سيدي يعطيك العافية حياكم الله يا ستي يا مرحبا. محمد هشام من جرش السلام عليكم. وعليكم السلام شلونك يا شيخ؟ حياكم الله يا سيدي كل عام وانت بخير معاذ علينا وعليك بخير وصحة وهدات بال يا رب. يا شيخ بدي أسألك سؤال. تفضل. بس الحفظ القرآن بصير يقرأ من دون وضوء؟ إذا كان للتعليم يجوز يعني إذا كان في حلقة كان غير التعليم يعني تعليم واحد بيعلم بصف أو طلاب بيدرسوا بصير لكن إذا كان في البيت أنت تقرأ للعبادة تعبد فالافضل تكون متوضع. وللنساء هل يجوز هن في الرعايات يقرن؟ اذا كان ما حد بيشوفها بجوز. بجوز. اذا كانت في بيتها ومستوره بجوز. الله يجزيك الخير يا شيخ. واياكم ان شاء الله. كان معنا السؤال من قروض البنوك، سؤال عن قروض البنوك. هذه البنوك يعني جزاهم الله خير بيوضعوا هيئات شرعية وأصلا يعني ما في مصرف إسلامي إلا بلزموه في هيئة شرعية هذه الهيئة تأخذ مصدرها من الإفتاء من دائرة الإفتاء العام يعني إذا أشكل عليهم شيء يرد إلى دائرة الإفتاء العام عند أصحاب الفضيلة والسماحة هناك العلماء الأجلاء ومركز البحوث اللي موجود في دائرة الإفتاء العام تحل مثل هذه القضايا ويضع أسس للتعامل والطرق المرابحة وكل شيء بيكون موثق. المشكلة لما الناس بتطلع عن هذا التوثيق أو عن هذه التعليمات الشرعية فتخرج المسألة من أنها مرابحة إلى ربوية للأسف الشديد. حمزة من ناعور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف دكتور؟ حياكم الله يا سيدي. الله يحييك دكتور. ودي أسألك بس فترة الصيام. نعم يا سيدي. فطرة؟ فترة الصيام يعني تصير أطلعها يعني زكاة الفطر يعني أو أنه غراض زكاة الفطر. زكاة الفطر نعم. هل تخرج مواد عينية ولا تخرج نقد؟ اي نعم.
يجوز هذا ويجوز هذا ويتبع مصلحة الفقير. يعني حسب وضع الفقير. حسب مصلحة الفقير. إذا الفقير بينفع أنك تودي له كيلو بر اللي هن كيلو قمح فأودي له، إذا بينفع تودي له يعني إقط اللي هو جميد أو تمر وبتنحل المشكلة بجوز. إذا ما بتنفع يعني إذا حسيت أنه مصلحة الفقير أنك ترسل له مال يجوز، وهذا هو ما عليه بعض كثير من العلماء. العلماء يعني أفتوا بهذا وأفتوا بهذا، لكن إحنا بنتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. كيف بدك تغني هذا الفقير عن السؤال يوم العيد؟ أعطيه شيء يغنيه. بارك الله فيك. حياك الله أخوي حمزة، يا مرحبا. أم أحمد من الكرك، السلام عليكم. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب. دكتور بدي أسأل، الستة من شوال يجوز أصومهم اثنين وخميس متفرقات أو وراء بعض يعني ثاني يوم العيد؟ الأفضل إنهن يعني ينفذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول به من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أتبعه يعني مباشرة. لكن مباشرة. لو صمت اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس جاز ذلك، لكن تخشي يعني يصير ظرف ما تقدر تصومي، فالأفضل إنك يعني تقدميهن كلهن إن استطعتي لذلك. نعم يعطيك العافية. الله يتقبل إن شاء الله. الله يتقبل. مراد من الزرقاء، السلام عليكم. مراد من المفرق. من المفرق؟ آه. والنعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. بأي صف أنت يا مراد؟ أول. أول ابتدائي؟ آه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، شاطر؟ أنا صايم بس صايم؟ مرة رمضان افطرت. صايم درج الميذن؟ درج الميذن صيام العصفورة ولا صيام كامل؟ صيام كامل. الحمد لله. ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية. بس قول لبابا، قول لبابا وماما إذا إنك عطشت كثير أو تعبت كثير بس أذن الظهر أو العصر تفطر. الحمد لله صمت كل يوم أصوم. الحمد لله، الله يوفقك ويفتح عليك وكبرك يا شيخ ونجحك وربحك. ادعي يا ماما. تفضل احكي. ادعي يا ماما يا رب. ايش بدها ادعي لها؟ مالها ماما؟ مريضة مرشحة بتقوح وذهب وجحها. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم انه شافيها وعافيها وفرح قلبك يا مراد فيها ويبعد عنك وعنها الشر يا رب، وبارك لك فيها وبارك لها فيك يا رب، وبارك في زوجها ويعطيك الصحة والعافية مراد يا رب، ويجعلك رضي هني يا مراد، بار بوالديك وكبرك وربحك ونجحك إن شاء الله. الله يسعدك. الله يسعدك يا مراد. وانت كمان يا مراد، وانت يا مراد ادعي لي كمان. ابشر يا شيخ. بس تيجي تصلي ادعي لي، وبس تيجي تفطر المغرب ادعي لي. يا الله ربي حبيبي يا مراد، الله معك، الله يتوقعك، الله يحفظك، استودعتك لله. علي سلامة من القويرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحفظك، وأسأل الله أنه يحفظك لما يحب ويريد ويحفظك لعيالك ويرحم موتاك. آمين. ويطول في عمرك ويكفيك شر كل المصائب إن شاء الله. وإياكم ولكم كذلك. يا سيدي بس بدنا منك نصيحة لو سمحت، عشان المؤجل المهر في ناس بيحطوا 10,000 و5,000، واللي حطوا عليه المؤجل هذا فقير، حتى لو جمعوا ثروته كلها ما بتسد 1% منها، والناس ما بيعرفوا معنى الحكي هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. سماحتك الله يوفقك في رمضان اللي يحبه ويرضاه. وإياكم إن شاء الله. بس هذا السؤال يعني المؤجل هذا بس ما يكون شيخ علي. نعم. الله ينعم عليك، ما يكون في عندك نية أنت تتجوز؟ لا والله أنا عمري 67 سنة الحمد لله. شباب رب العالمين. شباب ملكات جمال العالم في الحرمة ما أخذت ما بدلت. معناته رقودة بجنبك. محكوم محكوم يا أبو. رقودة بجنبك معناته. ما فيها أبدا.
خلها ظل متشنا عليك كمان. بس والله يا سيدي أنا الله يجمع بينكم بالخير وبارك لكم وعليكم دما في رقبته. الله يحفظكم إن شاء الله ويجزاكم ربي الخير. ربي يحفظك ويرحم والديك جميعا. والله ييسر أمرك في رمضان دعوة من قلب والله وأنا صايم. الله يجزاك الخير ولكم كذلك يا سيدي. يا ربي يحفظك يا ربي يحفظك. يعني الأخ علي بيتحدث الله يجزاه الخير عن هاجس يعني يقلق الشباب اليوم، موضوع غلاء المهور والمباهاة في هالسلافة. يعني انت يا هالأبو حاط بجيبتك ولا بس مشان يقولوا فلانة مهرها وفلانة مهرها؟ في حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقل كنا مؤونة أكثر كنا بركة. يعني لما انت بتحط عليها المبالغ هاي من تعخابر انه موظف وراتبه 200 300 400 دينار بالكثير، ولما انت بتحط عليها الارقام هاي يعني انت مكيف على حالك ومؤجل ومش عارف شو ومحاكم وما يصير يقصط فيها الخمسات. ففعلا يعني احنا بدنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي اجى عنده قال زوجني اياها يا رسول الله، قال له معك شيء تعطيها يعني مهر؟ لا بد من المهر. قال والله ما عندي ولا شيء. قال ما عندي ولا شيء الا ثوبي. قال ان اعطيتها ثوبك ازار حتى جلست ولا ازار لك، اذا ناخذه لانه قال التمس ولو خاتم من حديد. خاتم الحديد حقه قرش ونص زمان كانوا يجيبونا يا من الحج لما يروح الحجاج يجيبوا خواتم معهم في خرز حمراء وخرز زرقاء وخرز بيضاء ويعني وكان حلو جميل كثير. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عن واحد زيه هذا الخاتم، التمس ولو خاتم من حديد. فالزيادات هاي اللي قاعدة بتصير، ليش احنا ما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونزوج هالبنات بدل ما يعنسن، وهالشباب بدل ما يعنسوا وهم قاعدين وبلا زواج والعزوف عن الزواج؟ السبب التكاليف والمؤونة، كل هذا مراءة وعلى الفاضي وما بنفع ولا في شيء بنفع. انت بدك تستر على بنتك وهو بده يستر على ابنه، يعني قليل المهر. كل هالناس يتفقوا على مهر معين. يعني انا بقترح ليش الناس كلها ما تتفق على 1000 دينار مثلا؟ خلاص المهر 1000 دينار، خلي يا سيدي 2000 دينار، 3000 دينار، ماشي يعني اشي مقبول وبين يدي الناس. بنحط على هلا بيجيب لها شوية ذهب، بيأثث بيته بيجهز بيته ومبروك عليه. أما حفلة بالمحل الفلاني الساعة ب 12 ألف، حفلة بدريش للبنات، حفلة لكذا، حفلة لصديقاتها، بدها تروح بعرف شهر العسل مشروط، ماشي بيطلع شهر العسل، بروح عم النمل، بروح على البحر الميت إذا جاز، بروح على العقبة، بروح لا في بدريش في جزيرة كذا بدهم يروحوا. شروط يعني تعجيزية، يعني من شاف حاله لا تسايله، ما هو الحال قدامك. قال شوف العنز واطلب منها حليب، ولا لا الأخ علي هسه بصير يضحك علي سلام، شوف العنز واطلب منها حليب، ما انت شايف حالته على باب الله. ف قلة المؤونة على العريس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوسف من عمان، السلام عليكم يا يوسف. أهل. حياكم الله يا سيدي. تحكي بعد الشيخ محمد. تفضل يا سيدي معك. نعم معك يا سيدي تفضل. كيف حالك يا سور؟ يا هلا. اللي بحكي يوسف سعيد. يا هلا أخ يوسف. في دكتور أنا بدي أروح حج السنة إن شاء الله ناوي. الله يتقبل وتروح وترجع بالسلام ان شاء الله. معاي رخاوة في البول. نعم. قد ما رحت على دكاترة مسالك بولية ولا هو كان يزبط معاي. يعني شو المشكلة اللي معك بالضبط؟ نعم. المشكلة ايش اللي معك؟ رخاوة في البول. يعني استمرار البول؟ يعني بلحكش اروح الحمام، بعد وقت بموت وعيه. بتقدر يعني تحط شيء تحتاجه في ذلك، يعني ممكن تضع اي حاجة تحل مشكلتك. يعني احط كيس؟ ممكن اذا اعطوك كيس الاطباء وحليت المشكلة بصير، لانه مثلا عندك الطواف يحتاج الى طهارة،
فإذا فسد الوضوء بالطواف بتقطع الطواف بتروح تتطهر وبترجع مرة ثانية تكمل، لكن السعي بين الصفا والمروة لا يحتاج إلى طهارة. يعني لو كنت مش متوضي بجوز. يعني الشيء الوحيد اللي أنت بحاجته يحتاج إلى طهارة من الحدث الأصغر اللي هو إيش؟ الطواف بالبيت والصلاة، الباقي لا يحتاج طهارة. يعني المبيت في منى، الوقوف بعرفة، المبيت في مزدلفة، السعي بين الصفا والمروة كله لا يحتاج إلى طهارة، رمي الجمرات لا يحتاج. اللي بيحتاج طهارة بس الطواف. بتقدر الطوف يعني بتقدر تلحق الطوف؟ أخ يوسف. نعم. تقدر الطوف 7 مرات بالكعبة وانت على طهارة؟ بقدرش. ما بقدر. معناته بتتوضى وتضع يعني خرقة او ما الى ذلك والطوف في البيت وتنوي استباحة الطواف. بتنوي الاستباحة. يعني لما بتتوضى انوي الاستباحة لانه الحدث ما بيرتفع عندك. يعني هيك. ما بتقدر تنوي رفع الحدث لانه الحدث باقي. يعني احنا عملنا السباحه. نعم. وربنا يتقبل ان شاء الله، واسال الله انه شافيك وعافيك. الله يحفظك يا دكتور. وادعي هناك اشرب زمزم وادعي دعاء الشفاء ان شاء الله. وترجع بالسلامه ولا تنسانا من الدعاء اخوي يوسف. ولا يهمك دكتور ان شاء الله ارجع لك. ترجع بالسلامه ان شاء الله وربنا يتقبل ان شاء الله. ماشي يا دكتور. محمد الخوالده من المفرق، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، كيفك دكتور؟ حياكم الله يا سيدي. بدي أسأل هالسؤال ولا أسألك عن ذنوبك. تفضل. القطرة بالإذن والعين تفطر ولا لا؟ بالإذن الرأي الراجح عند العلماء أنها تفطر. بعض العلماء قالوا إذنها الأذن مثقوبة، يعني فيها مشكلة في الطبلة تبعها بتفطر، وإذا مش مثقوبة ما بتفطر، لكن الرأي الراجح على أن قطرة الأذن بتفطر. تمام. قطرة العين ما بتفطر. المصروفة إلي قطرة عين وأذن مع بعض لازم تأخذهن مع بعض؟ لا، مصروفة بنفس القطرة، أذن وعينية. تمام. ومطلوب منك تحط بالإذن وبالعين؟ نعم. الله يشافيك وعافيك. بالعين بتحط صايم ولا مفطر؟ حط بالعين. بالأذن خليها من المغرب للسحور. جزاك الله خير وإياكم إن شاء الله، وأسأل الله لك الشفاء إن شاء الله. الله يطول عمرك. شكرا دكتور. ما تشوف شر إن شاء الله. ما تشوف شر. لا. نرجع لموضوع صيام 6 من شوال. هل الحديث في تنوين 6 من شوال؟ 6 من شوال يعني أي 6 أيام، التنوين هون للتنكير، يعني أي 6 أيام من شهر شوال، سواء في أوله في وسطه في آخره، مطلوب منك 6 أيام. لكن إذا استطعت أنك تتبع رمضان مباشرة بال6 من شوال بكون أفضل، لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعها، الإتباع يأتي مباشرة. اللفظ هنا فيه رحمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأتبعها، ما قال فأتبعها. لو قال فأتبعها بتصير مباشرة، يعني ما بيختلف العلماء فيها، لكن وأتبعها أو ثم أتبعها بيعطيك إيش؟ تراخي. ففي ناس بصوم 2 وخميس 2 وخميس بيعتبرهن ايش؟ 6 من شوال. في ناس بصومهن 3 3. في بعض الاخوات مثلا عليها شيء من رمضان بيطلع لها فتوى انه انت مطلوب منك شيء فريضة، يعني انت تركتي شيء من رمضان، فبتقضي ما فاتها من رمضان وبعدين بتلحق وتصوم من شوال 6 ايام. بعض من الأخوات تقول لك يعني 6 عائشة رضي الله تعالى عنها، أمنا أم المؤمنين، كانت تصوم 6 من شوال، فكانت تصوم 6 من شوال
ولا تقضي ما فاتها إلا في شعبان. قالت كنا لا نقضي ما يفوتنا من رمضان إلا في شعبان، يعني بعد 11 شهر. قال لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم منا. فهل يعقل أنه الست عائشة ما كانت تصوم ستا من شوال؟ كانت تصوم، لكن يكون عليها شيء من رمضان وما تقضي إلا متأخر. فهذا كله يعني يدل على أن ستا من شوال منكرة، يعني فيها تنكير. التنكير هون أي ست أيام من شهر شوال، لكن هي محصورة في شهر شوال. زمان كان كبار السن بس هم اللي بصوموا ستا من شوال، الشباب ما بصوموا. ما بعرف شو كانت المشكلة، هل هو قلة وعي ولا شيء عند الشباب. فكانوا يسموه عيد الحجيات أو عيد الختيارات، بعد ست أيام ما يصومن يخلصن، طبعا رمضان بيخلص بعدين بعيدوا، بعدين بعد العيد بيوم ببلشوا إيش يصوموا. فكانوا وزعوا علينا فول مسلوق وحمص مسلوق، يودن الحجيات اللي في المنطقة في القرية يودن صحن لكل بيت. فكنا نسأل ليش الحجة أم أحمد مثلا، الحجة أم محمود، الحجة كذا، الحجة كلهن الله يرحمهن، يعني ما بدي أعدهم بالاسم، كل الحجيات اللي كانن حول بيتنا الله يرحمهن، كان نصومن ستة من شوال، ودولنا حمص مسلوق بليلة بسموها، ودولنا فول مسلوق. شو القصة؟ قال هذا عيد الختيارات أو عيد الحجيات. عيد الختيارات يعني كبار السن، الله يجزاهن الخير. كان نصومن ستا من شوال، لما كبرنا شوي وأدركنا أنه هذا مطلوب من كل الناس، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، يعني كأنما صام الدهر كله، كأنما صام السنة كلها، إلو أجر صيام السنة. فكل منا يحرص أنه صوم ستا من شوال، سواء قسمها أو أنه سواها كاملة مباشرة، والأفضل أنه يخلصن كليات وراء بعض، حتى إيش يعني ما يصيبوا أي عارض من مرض أو أي شيء من العوارض الشرعية التي تمنعه من الصيام، وبالتالي يقول يا ريتني أنا استعجلت بصيامهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان في صيام اللي هو الثلاث أيام البيض، إحنا بنسميها 13، 14، و15 من الشهر العربي، بصوموهن الأيام البيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام إيش؟ حث على صيام ثلاث أيام من كل شهر. بعض من الصحابة كان يصومها بداية الشهر أول ثلاث أيام، ليش؟ لأنه يخشى أنه يموت أثناء الشهر ويكون بعده ما صامها. عبد الكريم من إربد، السلام عليكم. يعطيك العافية سيدي الشيخ، حياكم الله يا سيدي. في حلفت أنا يمين على أنه ما بروحش على المحل الفلاني. نعم. وزي هيك يعني، والله قلت وإن شاء الله إني ما بروح. يعني جائز عليها يمين كفارة هاي صار ولا؟ أنت مع اليمين حلفت قلت والله إن شاء الله، والله إني إن شاء الله ما أروح. نعم. إذا وضعت شرط إن شاء الله نعم فبتروح وما عليك شيء، لكن إذا ما وضعت هذا الشرط ففقط إنك أقسمت يمين إنك ما تروح وجاي على بالك تروح على هذا المكان، بدك تدفع كفارة يمين. بدك تدفع كفارة يمين. كفارة يمين، بدك عتق رقبة، بدك الصيام، بدك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. مشكور يا سيدي الشيخ، مشكور. حياكم الله يا سيدي، الله وربنا يبارك بعمرك ويعطيك الصحة والعافية يا رب. بقي عندنا موضوع يعني أموال الناس. في كثير ناس يستهين في موضوع أموال الناس، يعني مثلا واحد طالع له حصة من أمه ومريض تعبان، اللي بيشرفوا عليه وبقوموا على رعايته إخوانه، فأخوانه مثلا إجا على بالهم اشتروا له بيت ينستر فيه أو أنه يستثمروا أجره بيجي دخل منه بيصرف عليه، راحوا مسجلينه باسمهم. إذا هم اشتروه بجوز يسجلوه باسمهم، هم حرين، لكن إذا هذا من ماله فالأفضل أن يسجل باسمه
والله أعلم هذه الحياة بيد الله، سواء كان الإنسان مريض أو كان صحيح، الموت ما عليه مريض وصحيح، الموت انتهاء أجل، إذا انتهى أجل الإنسان سواء كان صحيحا أو كان سقيما بموت، كان قوي ولا كان ضعيف بموت إذا انتهى أجله، كان غني ولا كان فقير بموت، ذكر ولا أنثى بموت بانتهاء الأجل. فهم ليش يحملوا حالهم مسؤولية هذه؟ يعني حتى مشان زوجته ما ترثه، لأنه اللي بيرث معاه هون بس الزوجة، والباقي بده يرجع لأخوته وخواته، لأنه ما عنده ولا ولد ولا بنت، ما عنده أحد. فمثل هذا يتقوا الله الناس، لكن إذا كان المال مالهم هم حرين، هم حرين، جعلوا يعني ريع هذا العقار لأخيهم المريض واشتروه على حسابهم باختلف. مشاهدي الأكارم، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في الحلقة القادمة، استودعتكم لله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.